تقرير يكشف تجسس الإمارات على دول وشخصيات يمنية ودولية. إرهاب جديد وحرب لا أخلاقية تمارس ضد خصوم أبوظبي. فما حجم الضرر الذي قد يلحق بالمستهدفين؟ وكيف يمكن الوثوق بحديث غير شريف؟ أهلا بكم. تحقيق لوكالة رويترز يكشف عن تورط الإمارات في عمليات تجسس سعت من خلال فريق يضم عملاء سابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى التجسس على هواتف شخصيات ومسؤولين في عدد من الدول، منها اليمن وقطر وتركيا وعمان. لم تكد تنطفئ حرائق المرتزقة من القتلة الذين عملوا لصالح أبوظبي في استهداف شخصيات يمنية، حتى تكشف الأحداث عن مرتزقة وقراصنة إلكترونية جندهم المال الإماراتي في المنطقة ليخوضوا حربها. المسؤولية الأخلاقية والجنائية والقانونية لهذه الجريمة؟ وما هي أبعاد جريمة اختراق الأمن القومي للدول؟ ما هي الشبكات والمؤسسات التي تم اختراقها في اليمن؟ وما أثر ذلك على ممارسات الإمارات وتدخلها على المشهد اليمني؟ هل باتت تتحكم باليمن؟ وباتت البلاد مكشوفة أمام أبوظبي؟ تقرير يكشف تجسس الإمارات على دول وشخصيات يمنية ودولية، حيث كشف تحقيق لوكالة رويترز أن الإمارات سعت من خلال فريق تجسس يضم عملاء سابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى التجسس على هواتف شخصيات بارزة ومؤثرة من سياسيين ونشطاء حقوقيين في عدد من الدول من بينها اليمن وتركيا وقطر وإيران وعمان. يقول التحقيق أنه تم استخدام ضباط أمريكيين متخصصين في إدارة وحدة العمليات الإلكترونية في أبوظبي من أجل اختراق أجهزة تليفونات وحسابات البريد الإلكتروني والتجسس عليها وجمع المعلومات الخاصة بأصحابها عبر استخدام أحدث وسائل التجسس الإلكتروني لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وخصوم سياسيين، من بينهم الناشطة العالمية توكل كرمان وأمير قطر ومسؤول تركي رفيع المستوى. فريق التجسس عمل 10 سنوات في عالم الاستخبارات الأمريكية قبل تحوله للعمل لصالح دولة الإمارات في اختراق هواتف أعدائها وكمبيوتراتهم من قصر أجريت عليه تعديلات في أبوظبي. استغل أعضاء الفريق ترسانة من الأدوات الإلكترونية من بينها منصة تجسس حديثة جدا تعرف باسم كارما، استهدفت مئات من النشطاء والقيادات السياسية. فيما ارتفع الحديث عن مدى العداء الذي تزرعه الإمارات وتنميه في عدد من الدول التي باتت أبوظبي تشكل مصدر أذى لها، يتساءل اليمنيون عن حجم المخاطر الإماراتية على الأمن القومي اليمني والعربي. تبرز المخاوف من مدى فداحة الوثوق بحليف غير شريف، خصوصا مسألة تتعلق بالأمن القومي على بلد كاليمن والذي بات مكشوفا عسكريا وأمنيا لأبوظبي كما يقول مراقبون. سواء كان ما تقوم به الإمارات من دور تجسسي لصالح مخابرات دولية أم أن ما يحدث هو جزء من إدارة الإمارات لمعاركها، فقد باتت الإمارات تشكل تهديدا قوميا للدول وترتكب جريمة اختراق للدول في حرب لا أخلاقية، وتساؤلات عن حجم الأضرار التي تلحق المستهدفين من الأشخاص والدول. فهل أصبحت الإمارات هي الخصم الافتراضي لكل ما يتعرض له الناشطون والسياسيون المعارضون لسياساتها؟ إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، وكذلك الأستاذ بكر الصبيح الخبير في أمن المعلومات. مساء الخير عليكم. مساء النور. إذن أبدأ من عندك أستاذ نبيل. تقرير نشرته رويترز بالتأكيد اطلعت عليه يتحدث عن قيام دولة الإمارات باختراق هواتف وحسابات مجموعة من المسؤولين الدوليين والناشطين أيضا، بينهم ناشط اليمني توكل كرمان. برأيك يعني ما هي تداعيات مثل هذه الجريمة؟ أولا، الجريمة هي جريمة في إطار الصراع القائم بين الثورات وثورات مضادة، وهي تأتي في قبيل يعني تحصيل على كل ما له علاقة أو كل معلومات التي لها علاقة بتداعيات الثورة والتغيير في المنطقة العربية، واستخدم أهم وأخطر يعني أجهزة المحمولة وهي ممثلة بالأجهزة الهواتف الذكية المحمولة باعتبارها هي الرفيق الدائم لهؤلاء الأشخاص ومثابة ذاكرة طبيعية لكل أنشطتهم اليومية، مكالمات وتصوير ومراسلات، وهي بادرة خطيرة جدا وربما تكون هي الأولى في هذا المجال من حيث اختراق هواتف ذكية بهذا الشكل. وهو أيضا اليوم هذا كله يندرج تحت مسمى يعني
غياب ما يسمى بالأمن السيبراني، أي هو الأمن المعلوماتي كما يعرف. أنا باعتقادي مثل هذه الخطوة هي ابتدأت في منتصف 2014 ومستمرة حتى الآن هذه العملية للقرصنة، وتضم قوائم عديد من الشخصيات المهمة والدولية والمشهورة ورؤساء دول في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، وبما فيهم أيضا حتى مجموعة من الصحفيين والناشطين الأمريكان الذين وردت أسمائهم في قوائم المراقبة. مثل هذه الخطوة أنا باعتقادي هي كانت ربما خطوة يعني أولية أو بمعنى آخر مهمة بالنسبة لكل الأحداث التي حصلت في المنطقة. أقصد يعني مثلا عملية التجسس هذه، نعم. هي كانت تقود لامتلاك المعلومة، امتلاك المعلومة كان بعدها يأتي بعد ذلك كل الهجمات التي رأيناها على وسائل التواصل أو سواء على في وسائل الإعلام على مثل هذه الشخصيات أيضا، وأيضا يعني حتى أنه تم اختراق أو بمعنى آخر تم إنشاق يعني حسابات مزيفة ووهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تسريب معلومات كثيرة حول بعض مثل هذه المعلومات التي تسربت إليهم من هواتف هذه الشخصيات. هذه العملية هي في حد ذاتها تهديد صريح للأمن المعلوماتي وللأمن الشخصي لهؤلاء الأفراد، ويعتبر اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو على الحرية الشخصية. وبالتالي أنا باعتقادي أنه يعني هذا سيضيف مدخل جديد لمسألة استصدار قوانين جديدة فيما يتعلق بمثل هذه القضية، لكن تداعيات القضية حتى الآن هو ابتدأ الآن في تحقيق رويترز، ربما ستأخذ خلال الأيام أو الأسابيع القادمة مداها الإعلامي في كثير من وسائل التواصل، وربما سنحصل على معلومات جديدة، لأن التقرير الذي ورد في رويترز كان تقرير أولي لكنه حوى على أهم المعلومات الرئيسية. نعم، وتواصل أيضا ببعض الشخصيات التي تم التجسس عليها. نعم، نعم. إذن لو انتقلت إليك أستاذ بكر، كونك خبير في أمن المعلومات، اشرح لنا كيف يمكن أن يتم اختراق مثل هذا لشخصيات في مستويات كبيرة كمن تم ذكرهم بينهم رؤساء دول وصحفيين وناشطين أيضا حقوقيين؟ طبعا البرمجية هذه هي برمجية خبيثة يتم إنشائها لاستهداف الشخصيات الكبيرة، سواء دول، مؤسسات، شركات كبيرة، شخصيات لهم مكانة في المجتمع. البرمجيات هذه خطيرة بشكل لا يستوعبه العقل، يتم إرسال رسائل استفزازية أحيانا رسائل عادية عن طريق إعلان، عن طريق أي روابط، عن طريق حتى البرمجيات هذه عن طريق حتى صور أو مقاطع فيديوهات، مقطع صوت، أي شيء في خلال تم الضغط على هذه الروابط يتم اتصال، كتابة، مكالمة، مكانك، أي معلومات داخل تلفونك تسجل وتنسخ عبر سيرفرات. طبعا هذه البرمجية التي هي برمجية كارما هي أشبه ببرمجية بيجاسوس الإسرائيلية. طبعا برمجية بيجاسوس هذه الذي تم فضح فيها الناشط السعودي جمال خاشقجي هي الذي تجسست على أجهزته، وهي الذي كانت السبب الرئيسي في مقتله. البرمجيات هذه يتم إنشائها عبر شركات برمجية عالمية، شركات إسرائيلية أمريكية، يتم يعني الدولة تتعامل مع هذه، نعم، الشركة، نعم، كعميل. هي يتم إنشائها للتصدي لهجمات الإرهاب كما يذكروا، لكن في المقابل يتم استهداف بعض الشخصيات في هذه البرمجيات. نعم، في النهاية يعني نعلم أن توصيف الإرهاب قد يطلق على من نشاء، ولكن يعني وأنا أقرأ التقرير لفتني موضوع أنه موضوع تقنية كارما، أنه ليس فقط يعني على المستقبل أن يهمس أو يضغط على الرسالة، مجرد وصول هذه الرسالة يعني أنه تم اختراق شبكتك. هو البرمجيات هذه ممكن تكون حتى في سلك شاحن الجوال، ممكن تكون في أماكن عبر، ممكن تتم اختراقها عبر الشبكة المتصلة بالإنترنت، إذا كنت متصل في شبكة محددة ممكن يتم اختراقها عن طريق الشبكة هذه، ممكن البرمجيات هذه تلصق في الشواحن،
بمجرد توصيل الشاحن في الجهاز يتم تسريب المعلومات. إذا تحمل ملف برمجية في داخل الجهاز بعدها يتم نقل أي معلومات بكل سهولة. في هذه الحالة لا تستطيع التعامل مع هذه البرمجية حتى عن طريق مكافحة الفيروسات، لأن البرمجيات هذه منشأة حتى لمكافح الفيروسات. نعم، سأنتقل يعني إليك بعد أن أسأل أستاذ نبيل يعني حول كيف يمكن حماية الشخص ذاته. أستاذ نبيل، يعني التقرير يقول أنه بعد أسبوعين من ترك لوري ستيرواد التي ربما وصلت المعلومات كلها من خلالها، بعد تركها لعملها في وكالة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، سافرت إلى الشرق الأوسط للعمل مع شركة أخرى للتسلل الإلكتروني لحساب دولة خليجية. يعني هل يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة تورطت في مثل هذه القضايا؟ هل هناك مسؤولية أخلاقية أو قانونية على أمريكا جراء هذه الأمور، أم يمكن أن يعد الأمر بأنه عمل فردي قامت به هذه الجاسوسة؟ أنا باعتقادي لا أحد يستطيع أن لا نمتلك المعلومات الكافية حول يعني هل العملية فردية فعلا قامت بها لوري هذه، أما العملية هي أيضا في تنسيق ضمن جهاز CIA الأمريكي. لكن حتى الآن أنا باعتقادي أيضا حتى مثلا تسريب مثل هذه المعلومات لوكالة رويترز في كثير من علامات الاستفهام حول هذه العملية. يعني لماذا تم تسريب المعلومات؟ يعني مثلا على سبيل المثال، يعني هل هي صحوة الضمير مثلا من لوري؟ لا، هي يعني حسب ما تتبعنا أنه إحنا شعرت أن هناك 3 صحفيين أمريكيين بالضبط نعم تم التجسس عليهم، وهذا ينافي تماما قانون البلدية، تعلم أنها ستكون مساءلة. طبعا هذا من ضمن المبررات التي قدمتها هي فيما يتعلق بتسريب المعلومات أو بالحديث لوكالة رويترز، أنه قالت لا ترتضي أن يكون هناك تحت هذا القانون أو تحت هذا الرقابة مواطنون أمريكان يعني يتم الرقابة عليهم. لكن في حقيقة الأمر أيضا نحن لا نمتلك يعني المعلومات الحقيقية في التشكيك بنواياها أو حتى بمعرفة ماذا كانت تفكر به حينما انضمت لفريق العمل يعني وامتلكت كل هذه المعلومات وأرشفت أيضا كثير من المعلومات التي يعني بحسب التقرير انه آلاف الصفحات تم تصفحها في ايميلات هؤلاء الاشخاص وفي مواقعهم وفي محادثاتهم. نعم، يعني مسألة قوائم، وهذه يعني نعم بالضبط، يعني نحن امام كومة من المعلومات التي ايضا لم تسرب كلها، هي مجرد اشارات من هنا وهناك. لكن في حقيقة الامر انا باعتقادي انه التقرير هذا سيعمل ضجة كبيرة على مستوى الأجهزة الأمن الداخلية الأمريكية أو على مستوى العالم، يعني إنه يعني لا ننسى مثلا الحرب الكبيرة والشديدة بين الغرب وشركة هواوي الصينية حول مسائل أمنية تتعلق بالأمن المعلوماتي للأفراد والأشخاص وكيفية حمايتها، اضطرت إلى أن تضع شروط تعجيزية على شركة هواوي واستثماراتها في الغرب تحديدا. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي ما سيقدم من خلال هذه المعلومات التي أوردتها لوري ساندرز، أنا باعتقادي أنها ستقدم الكثير من التفاصيل والأسئلة أيضا للمجتمع الغربي حول مدى موقفهم الأخلاقي من مثل هذه الانتهاكات التي تطال الأفراد وتقتحم شخصية وتقتحم أيضا يعني خصوصيات الأفراد وعلاقاتهم الحياتية. نحن أمام تهديد نعم يعني كامل. نتذكر تماما المحاكمة التي أقيمت ضد مارك بسبب التجسس على المشتركين في الفيسبوك، يعني ما بالك بهذا الاختراق الذي يعني على الأقل ربما في مارك أنت توافق على بعض الشروط التي لا تعلم مداها، ولكن هذا يعني دون أن تشعر، يعني حتى على مستوى جهاز الشاحن يتم اختراقه. نعم، المشكلة الآن أنه يعني مسألة طبيعة التجسس وطبيعة الاختراقات واختراق الإيميلات هي في نظام وقوائم المخابرات الدولية، هذا عمل مشروع عندهم ولديهم. لكن أن يخرج هذا العمل من هذا الإطار المخابراتي المعلوماتي البحثي لإطار الأفراد والأشخاص في المجتمع، أنا باعتقادي نحن سنقع أمام فوضى معلوماتية وفوضى يعني عارمة فيما يتعلق ب يعني لن تقف عند مستوى هذه الحالة، وإنما ستذهب إلى كثير من المؤسسات الهامة كالبنوك وكالشركات وحساباتها
وستدخل في كثير من التفاصيل الحياتية حتى على مستوى غرف نوم الأفراد. يعني نحن أمام معلومات أو أمام يعني جريمة متكاملة الأركان إذا لم يقف المجتمع الدولي حيالها ويعاقب من وقف يعني مع هذه القضية أو أنتج أو ساهم في هذه الجريمة. على ذكر مثل هذه القضية، أنا باعتقادي في قضية مرفوعة في كندا من قبل الناشط السعودي عمر عبد العزيز حول شركة جاسوس الإسرائيلية، وهو الآن في صدد محاكمة هذه الشركة لأنه تم تسريب كثير من المكالمات أو من الدردشة التي تمت بينه وبين جمال خاشقجي في العام الماضي. وبالتالي أنا باعتقادي أنه ما سيطرح أو ما سيكون في هذه القضية هو ربما سيسري على القضية الأخرى، هي قضية تجسس على هواتف هؤلاء الأشخاص. إذن أستاذ بكر، يعني هل فعلا نحن الآن في زمن الفوضى المعلوماتية كما تحدث الأستاذ نبيل؟ هل كل شيء أصبح متاح بهذه البساطة؟ هل يمكن لأي شخص يمتلك قليل من الخبرة المعلوماتية أن يخترق الأجهزة بهذا الشكل؟ هو الحقيقة أنه إحنا كمجتمع عربي خاصة عندنا قلة في أو عدم فهم التوعية الأمنية بشكل صحيح، أو عدم فهم التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والإنترنت بشكل عام. الآن أنا عندما أستخدم الإنترنت بطريقة لا أفقهها وبطريقة لا أفهمها يجعلني معرض للاختراقات من قبل أشخاص. طبعاً المخترقين يعني ينقسموا لعدة أقسام، في هناك مخترقين باحثين عن حماية، في هناك مخترقين باحثين عن تخريب، في هناك مخترقين باحثين عن جمع بيانات، في مخترقين لهم أهداف سياسية، ابتزاز يعني المال، في عندنا عدة أنواع. بينما إحنا كأشخاص يعني أشخاص عاديين يجعلنا هذا معرضين للاختراق إذا كنا يعني لا نفقه كيف نتعامل مع الإنترنت. إذا كنا مثلا أي رابط نستقبله نضغط عليه أو ندخل على مواقع مثلا لا يتوجب علينا الدخول إلى هذه المواقع، إذا كنا نحمل برامج أو نحمل تطبيقات لا نفقه شروط أو تراخيص هذه التطبيقات. الآن مثلا عندنا أبسط مثال مثلا الواتساب بلس، التطبيق إذا بحثتي هل هو موجود في المتجر أو مش موجود، مش موجود لأنه غير مصرح. التطبيق هذا عبارة عن قراصنة اخترقوا التطبيق هذا وأضافوا له بعض المميزات بحيث يجذب المستخدم لتحميل هذا التطبيق. طبعا يتم تحميل التطبيق هذا عبر روابط خارجية من المتاجر، المتجر إذا كان التطبيق موجود على المتجر فيعتبر أن التطبيق آمن. هذا مرخص وآمن لأنه يستخدم البرمجيات التابعة للشركة هذه الأمنية. لكن عندما تحمل برنامج زي خارج عن النطاق الأمني أو الترخيص للشركة فيعتبر أنك عرضت جميع معلوماتك. إذا كان المخترق يستطيع الدخول لتطبيق واحد معناته أنه يستطيع الدخول لجهازك كامل وسحب كل المعلومات. فالتوعية الأمنية ماذا يمكن أن يعني أن يحاسب الشخص على معلوماته وبياناته في هذا الجهاز؟ كيف يمكن ذلك؟ بالنسبة لنا كأشخاص عاديين هو أعتقد أنه لازم نستخدم مكافح الفيروسات أو نعرف كيف نستخدم الإنترنت بوعي أمني وبطريقة صحيحة. يعني أنا الآن لو أجلس ممكن أشرح لمجموعة من الناس عن تطبيق الواتساب بلس أو عن أي تطبيق ثاني، لا تحملوا مثلا التطبيق هذا أو اللعبة هذه إذا كانت فيها مميزات أكثر ومميزات يعني أكبر تخليك أنك تحب التطبيق هذا أو تحب استخدامه، يمكن ما أحد يفهم، يمكن يفهم واحد من عشرة، بينما التسعة الموجودين عندنا كلهم معرضين للاختراق. طبعا إذا أنا جمعت البيانات الذي في هاتفك كامل معناته أنا جمعت حاجات كثيرة وأنجزت حاجة كثيرة كمخترق وأستطيع يعني تنفيذ أي أهداف أريد تحقيقها. نعم، اسمح لي ضيفي الكريمين أن ينضم معنا الباحث في القانون الدولي يوسف مرعي من موسكو. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء النور لك ولكل المشاهدين الكرام.
نعم، أهلا بك أستاذ يوسف. ما هي الأبعاد القانونية لما كشفه تقرير رويترز بالأمس قرصنة الإمارات لهواتف وحسابات رؤساء دول وناشطين دوليين؟ قبل أن نتناول الأبعاد يجب أن نفهم تعريف الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية. نعم. أي أنها الجريمة التي يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية، وتشمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية. هذه جرائم التجسس أو التنصت أو الاختراق أيضا تأتي في إطار الجرائم التي تمس الدول، كما أنها تأتي في سياق الجرائم الإلكترونية للكسب السياسي أو المعنوي غير المشروع. الكل يعرف أن الجرائم الإلكترونية أو المعلومات هي اليوم، وإن اختلفت المسميات إلا أنها تصب في مفهوم واحد هو الجريمة. اليوم تعتبر الجرائم الإلكترونية أختي العزيزة من أحدث الجرائم التي تستعملها المنظمات الإجرامية، وللأسف الشديد بعض الدول التي تهدف إلى المس بدول أخرى بهدف الإضرار بها. بعد أن أيضا أنها وصلت إلى حد تشويه الأفراد والدول والتجسس عليها وإهانة الديانات وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أن إلى الجرائم اللاأخلاقية، ترويج للأفكار الشاذة والسب والقذف، ايضا كذلك نشر الفضائح والنصب في العمليات التجاريه واستغلال الارقام السريه في نهب الارصده، اختراق المواقع السياديه وتدميرها. كذلك تاتي في ان هذه الجرائم تطال الامن القومي والسياده الوطنيه للدول في اطار ما يعرف اليوم بحرب المعلومات. مثل ما نعرف مثلا وثائق ويكيليكس وبنما اللتان احدثتا ضجة عالمية وزعزعت الثقة في كثير من المواطنين في حكامها. نعم، إذن ابقى معي أستاذ يوسف، ما تعليقك على حديثه أستاذ نبيل؟ لا شك مثل هذه التعريفات التي يطلقها الأمم المتحدة أو يطلقها أيضا حتى منظمات قانونية في حماية حقوق الأفراد وحماية الملكيات الفردية، هي قانون بالأخير يطرح مجال واسع لملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم، لكن حتى الآن أنا باعتقادي أنه الأمر يتوقف على مدى تأثر المجتمعات الدولية بشكل كبير يعني، ومدى معاناتها من هذه الجريمة. نحن نعرف أنه شبكات الجريمة في العالم وخاصة الآن مع الجريمة المعلوماتية والجريمة الإلكترونية التي تسمى، ولا زالت يعني في حدود ضيقة أو في مساحات الصراع القائم بين الدول، لم تتحول إلى جريمة بين الأفراد حتى الآن. يعني لا زالت الآن مثل هذه الجرائم الإلكترونية، جرائم اختراق البنوك والسطو على الأموال وتدمير مواقع واختراق مواقع أيضا للمخابرات، وأيضا مواقع مثل ما حدث مثلا في جريمة اختراق مواقع وكالة الأنباء القطرية التي أدت إلى هذه الأزمة الخليجية سابقا. كل هذه الجرائم أنا باعتقادي أنه يعني ليس هناك توصيف قانوني دقيق لها، أو بمعنى آخر ليس هناك تطبيق لمثل هذا القانون في مثل هذه الحالات. لم نرى على مستوى المنظور من هذه الجرائم أنه تم محاكمة أفراد تحت هذه الجريمة، إلا باستثناء جريمة واحدة وهو لناشط إلكتروني جزائري في بريطانيا تقريبا، وقام باختراقات بنكية وكذا وتم الحكم عليه بالإعدام أيضا تقريبا. ربما لأنها فيها خسارة مالية، يعني ربما لأنه خسارة فيها خسارة مالية، لكن مثل ما هذه أنا باعتقادي أنه المسألة تتعلق جرائم أخلاقية تتعلق أيضا بوجود دول وتواطؤ، أيضا تواطؤ من قبل دول مثلا، لأن الأموال المصروفة أموال كبيرة على مثل هذه الجريمة، وأيضا لا أستبعد أنه هناك تواطؤ من قبل بعض الأجهزة الأمنية والمخابراتية في هذه الدول لممارسة مثل هذه الجريمة، وخاصة إذا ما علمنا مثلا في قضية الاختراقات التي قامت بها مجموعة في الإمارات أنه كان هناك أفراد أيضا يعملون وهم أمريكان ويحملوا جنسية أمريكية أيضا، وبعضهم كان يعمل ضمن المخابرات الأمريكية، وبالتالي الموضوع لا يستبعد أنه فيه
شبهة التواطؤ من قبل مخابرات دولية كبيرة. إذن أستاذ يوسف، يعني هل هناك قانون دولي ينظم حقوق الأمن الإلكتروني والأمن المعلوماتي أيضا؟ يعني خاصة كما تحدث الأستاذ نبيل أنه فعليا لم تتم أي محاكمة شبيهة بمثل هذا الموضوع، سواء الاختراق الأمن المعلوماتي أو الحقوق الفرد في حفاظه على معلوماته. أختي العزيزة، هناك الكثير من التشريعات الدولية في مجال الإنترنت. أعتقد أبرز المجموعات والمنظمات الدولية التي عملت في موضوع جرائم شبكة الإنترنت أو الأمن السيبراني مجموعة الدول الثمان التي أكدت في اجتماعاتها لأدري العام بالتحديد على عدم إتاحة ملاذات آمنة للمعتدين على تكنولوجيا المعلومات والتنسيق لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، إضافة إلى الأمم المتحدة ومنظماتها. نذكر مثلا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 239 الذي يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، كذلك إضافة إلى الفقرتان 15 و16 من إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والتعاون والتحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في موضوع الأمن السيبراني، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم، يعني يمكن تقديم أي مخالف للمحاكمة مثل هذا الوضع؟ طبعا، مثلا اختراق وكالة الأنباء القطرية، هذه تعتبر عملية قرصنة منظمة وتعد خرقا للقانون الدولي ولكافة الأعراف الدولية. مثلا هذه الجرائم يستوجب العمل مثلا لإيقافها والحد منها اللجوء إلى المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي لمقاضاة مرتكبي مثل هذه الجرائم، خصوصا مع توافر الأدلة الكافية والقاطعة لعملية الاختراق. كذلك بالنسبة للعقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم، أعتقد هي عقوبات تتخذ بعد تكييف التهمة والمتهمين، ومجلس الأمن يتخذ العقوبات الاقتصادية ضد الدول المرتكبة إذا كانت دول، والمحكمة الجنائية الدولية أيضا من الممكن أن تصدر أحكاما ضد الأفراد بعد توفر الأدلة وبعد إجراء عملية التحقيق. كذلك هناك مؤتمر الأمم المتحدة الثامن الذي عقد في العام 1990 في حافانا لتطوير سبل ووسائل التعاون في المسائل الجنائية الخاصة بالجرائم ذات الصلة بالكمبيوتر. إذن شكرا جزيلا لك يوسف مرعي، باحث في القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو. لو عدت إليك أستاذ بكر وسألتك، يعني ربما تحدث تقرير ويترز عن هذه الثغرة التي وجدت في نظام الآبل وغير موجودة في الأندرويد، يعني هل يقال أن تفوت مثل هذه الثغرة؟ وهل نفهم من هذا الكلام أن أنظمة أو أجهزة الأندرويد خالية من مثل هذه الثغرة أو أكثر أمانا؟ بالنسبة إذا تكلمنا على أنظمة أبل مقارنة بأنظمة أندرويد، أنظمة أبل تعتبر أنظمة مغلقة المصدر، بينما أنظمة أندرويد أنظمة بمصادر مفتوحة. أنظمة أبل احترافية أكثر وتتعامل مع نظام أمني أكثر، بينما أندرويد تقريبا لا أقول أنه هناك عدم حماية، وإنما ليست مقارنة بنظام أبل. اكتشاف الثغرات، لو نشاهد اكتشاف الثغرات في أنظمة أندرويد، تكون الثغرات أكثر من أنظمة أبل. يعني نظام أبل الثغرة الذي اكتشفوها تقريبا في غضون ساعات قليلة تم تنزيل التحديث الأخير. في حال حدثت جهازك تغلق الثغرة بشكل كامل، بينما أنظمة أندرويد إذا تم اختراق النظام أو الجهاز تظل هناك ثغرات في الجهاز، لأنه تم التعرف على جميع مصادر هذا النظام وجميع المصادر البرمجية المكتوبة في النظام بشكل كامل. يعني هل نفهم أيضا أن الولايات المتحدة تقريبا هي مسيطرة على أغلب معلومات العالم، إن صح لنا القول؟ يعني جوجل، فيسبوك، أبل، يعني كثير من الشركات التي تحوي على المعلومات. إذا أغلبنا يمكن شاهد المقابلة الأخيرة للمدير التنفيذي لشركة جوجل،
عندما كان في المحاكمة وسألوه أكثر من سؤال، هل شركة جوجل تستطيع أن تسحب جميع البيانات، أو تستطيع أن تعرف في خلال تحركي من هنا إلى مسافة 100 متر؟ نعم، هذه هم يستخدموا طبعا أنظمة كبيرة، وتقدري تقولي إنهم عندهم بيانات، يعني أغلب من يستخدم أو كل من يستخدم الإنترنت معلوماتهم مرفوعة في جوجل. حدث الاختراق لجوجل بلس، بعدها بأربعة أشهر أعطوا قرار إنه سيغلق جوجل بلس يعني إلى الأبد بسبب تسريب معلومات 52 مليون مستخدم. المعلومات هذه ليست معلومة بسيطة، إنما معلومات مهمة، الاسم كامل، معلومات شخصية، تاريخ الميلاد، معلومات كرت البنك، معلومات شخصية أكثر ممكن أنت كمستخدم تفصح فيها للبرنامج أو للنظام، ولا تستطيع الإفصاح بها لصديق أو لأي شخص عادي. تخيل إذا تسربت هذه المعلومات لشخص يريد يستهدفها بشكل لا أخلاقي وبشكل غير قانوني، صعبة جدا يعني. نعم، الأمر مرعب. صحيح. إذا جينا إنه نفكر بالناحية الأمنية، إذا ممكن أنا إذا تعرضت للاختراق يعني أكون زي المجنون، إيش ممكن يحصل؟ صحيح. إيش اللي ممكن يسحب من جهازي؟ إيش اللي ممكن العواقب الذي حتصير لي؟ إيش المشاكل الذي بتلقاها؟ نعم، هذا يعني نحن نتحدث عن كوننا أشخاص عاديين، ما بالنا بسياسيين نشطاء يتبادلون أكيد. هو بنرجع لنقطة مهمة نتحدث عنها، ولكن اسمح لي أستاذ نبيل، يعني ما هي أهداف الإمارات الفعلية من كل هذا التجسس؟ هل تعتقد أنها يعني تختار شخصيات بحد عينها، أم تختار دول؟ يعني مثلا في اليمن ظهرت فقط الناشطة توكل كرمان، هل هناك شخصيات أخرى لم تظهر في التقرير وستظهر لاحقا؟ يعني هل تتوقع مثلا زي الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته الموجودة في الرياض، لا يمكن أنها أيضا تقوم بنفس الفعل من التجسس لحماية نفسها أكثر؟ طبعا التقرير كان واضح، تقرير رويترز ذكر هذه النقطة بالذات، قال إنه ربما الحكومة اليمنية كلها مخترقة، يعني من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى رؤساء الوزراء كلهم في 2014 كانوا كل تلفوناتهم مراقبة وداخلة تحت مراقبة هذا النظام الذي يشتغل في الإمارات العربية المتحدة. أيضا كان هناك في تونس، في تركيا، في قطر، في يعني الموضوع كان هو عبارة عن جمع معلومات وخيوط تواصل حول ماذا يعني ما الفعل التالي لمسألة التغيير في المنطقة أو في العالم العربي. كان البحث عن معلومات لأنشطة، لتحركات، لخطط مستقبلية، لمعلومات حتى شخصية عن الأفراد، وعن معلومات تتعلق بأفرادهم، بأسرهم، بتنقلاتهم. أيضا كان هذا النظام يقوم يبحث أيضا أو يراقب حتى تحركاتك يعني من مكان إلى آخر، يعني أنك أنت مرصود وقائم تحت نظام مراقبة صارم يكشف المكان والموقع الجغرافي الذي تنتقل إليه، ويتتبع حركتك في كل لحظة، ويسجل مكالماتك، ويسجل بل يحتفظ بكل الصور التي تلتقطها من تلفونك. ويعني نحن أمام يعني مراقبة دائمة على مدار 24 ساعة لكل نشاطك، بالتالي يعني سيكون هناك حجم هائل وكبير من المعلومات التي تتدفق على المراقبين الذين يعملون في إطار في إحدى الفلل الفارهة في أبوظبي، وينقسمون إلى عدد من المجموعات، مجموعة تستقبل معلومات، مجموعة تحللها، ومجموعة ترشف هذه البيانات، ومجموعة أيضا تقوم بإيصال استخلاص أهم المعلومات التي يمكن أن تطلع عليها المخابرات الإماراتية بهذا الصدد. وبالتالي أنا باعتقادي العملية ليست عملية عبثية أو مجرد نوع من تفريغ الطاقة، بقدر ما هو عمل ممنهج ومهدف يستهدف جمع هذه المعلومات، وأيضا خلط الأوراق والبحث عن تفاصيل حقيقية يتم من بعد ذلك اتخاذ قرارات معينة، وهو الذي رأيناه على امتداد السنوات الأربع الماضية في الحرب الإعلامية الشرسة ضد هذه الشخصيات وضد توجهات الثورة، ثورة الربيع العربي، وضد النشطاء، وضد كل الآمال والتطلعات التي رفعت في المنطقة.
إذن أستاذ بكر، يعني ونحن تحدثنا عن مسألة الأشخاص المسؤولين الناشطين الصحفيين، يعني نحن أيضا وجدنا أن هناك صحفي فقط كان يكتب ضد الإمارات ونهجها وحربها في اليمن وما إلى ذلك وتمت مراقبته، كيف يمكن التصرف حيال ذلك؟ التصرف حيال الهجمات الإلكترونية هو كناشط أو كشخص مهم أعرف أن هناك معلومات حساسة، أضطر أني أتعامل مع الـ مع الـ مع الأمر هذا فقط بذكاء بسيط وبحذر. مجرد مثال، يعني أنا مثلا كمسؤول أو كشخص لدي ملف حساس، مستحيل أني أرسل الملف هذا بالواتساب مثلا أو أرسله عبر الإيميل العادي. أعتقد الأمر يتطلب إلى تشفير للملفات هذه بحيث يتم إرسالها بشكل آمن، يحتاج إلى برامج، يحتاج أن يكون الإنسان حذر من أي تصرف ممكن يؤدي. أن يتم الاستغناء عن التلفونات الذكية، يعني كشخصية مهمة يستخدم التلفون عادي للاتصال ومن ثم عبر الكمبيوتر يمارس مهامه ونشاطه، الكمبيوتر أيضا يمكن أن يخترق بنفس الآلية التي يمكن أن يخترق فيها التلفون؟ في الحقيقة هو الإنترنت بشكل عام ما دمت تستخدمه سواء من الكمبيوتر أو من الجوال هي نفس المخاطر، لكن كشخصية مهمة ممكن أتصرف فقط بوعي أمني أكثر، بحيث أنه يعني الحاجات أو الملفات الحساسة هذه أعرف كيف طريقة إرسالها، يعني كيف لديك مثلا هاكر أو مرشد لنقول يعني تقني فيها. ممكن أستخدم أنظمة أو برامج حماية أكثر، ممكن الملفات الحساسة لا أحتفظ بها جهازي. في عدة تصرفات لازم أن احنا نأخذ الحيطة منها، ممكن أني أستطيع أني أحتفظ بملفات حساسة في إيميلي الشخصي مثلا أو الإيميل عادي، بيكون إيميل محمي مثلا في جوجل، مستحيل أنه أحد يوصل لكن الطريقة هي كيف هذا الإيميل ممكن يخترق. مثلا أنا ممكن عندي كلمة سر هذه، إذا تم اختراق الفيسبوك كلمة السر هذه معروفة لدى الهاكرز، مستحيل أني أخلي حساباتي الشخصية أو أنظمتي بنفس كلمة السر هذه، هذا يسمى غلط. أو مستحيل أني أسوي كلمة سر مثلا باسمي أو بتاريخ ميلادي أو بحاجات أين هناك أنظمة الآن ممكن تتركيها تجلس تخمن برامج وأنظمة تخمن كلمات المرور في خلال، ممكن تفك الشفرة في خلال دقيقة، في خلال ساعة، في خلال ساعتين، ممكن إذا كان نظام تفك تشفير النظام هذا في خلال ساعات وأيام. هو الواجب علينا إحنا سواء كأشخاص عاديين أو كأشخاص مهمين أن احنا نتصرف مع الإنترنت بوعي أمني. إذا كان لدينا الوعي الأمني الكافي للتصرف بالإنترنت والتعامل مع الإنترنت بشكل آمن، أعتقد أنه يبعدنا عن المخاطر والمشاكل والوقوع الأمنية. في فريسة لأي متجسس. أستاذ نبيل، يعني كما تحدثنا، يعني الإمارات استهدفت أشخاص معينين، ولكن الغريب أستاذ نبيل أنه من 2014 بالتأكيد ستكبر هذه الدائرة، يعني هل المقدرة لمثل هذه البرامج التجسسية قادرة على أن تستوعب كل هؤلاء الأشخاص؟ يعني هل لديهم الوقت والمساحة للبحث عن، يعني نحن نعلم أنها تجسست على صحفيين ناشطين لديها في الدولة خارجين، يعني هل كل من يكتب ضد الإمارات يمكن أن يلحق به الأذى كونه عدو بالنسبة لها؟ طبعا العملية هي ليست عملية مزاجية لمجرد فقط، العملية مرتبة ومحسوب لها أموال طائلة ومكلف بها فريق عمل طويل جدا، حتى ايضا هذه لوري الامريكيه هي قالت انه يعني اشتغلت معهم فتره بسيطه وبعد ذلك خرجت من العمل، وتحدثت على ان كل الطاقم الذي كان يشتغل بهذا الموضوع هم اجانب وامريكان تحديدا،
وحينما تم يعني إنهاء عقودهم كانوا قد دربوا أعداد كبيرة من الإماراتيين ليقوموا بهذا العمل في أماكن محددة تابعة للمخابرات الإماراتية. وذكرت أيضا وهذا مهم إنه يعني هي لم تستمر فترة طويلة، وأيضا هناك هذا البرنامج أصلا هو برنامج مثل أي البرامج الإلكترونية، يتم إضافة آلاف الأرقام إليه بأسماء هؤلاء الأشخاص، ويتم متابعتها أوتوماتيكيا واستقلاب المعلومات بشكل أوتوماتيكي إلكتروني بحت يعني. وبالتالي المسألة ليست مسألة كم سيتم مراقبة وكم سيتم ملاحقة، المسألة مسألة أوتوماتيكية إلكترونية، يعني مجرد ما تضيف هذا الاسم يتم ملاحقته، رسائله، المسج، الواتساب، التويتر، يعني كل وسائل التواصل والدردشة. وبالتالي نحن أمام إشكالية حقيقية فيما يتعلق بمشاعية المعلومات وعدم وجود. لكن أستاذ نبيل، يعني ما نتوقعه ربما هو أن يمر هذا التقرير مرور الكرام مثله مثل التقرير السابق عن الاغتيالات أو عن المرتزقة الذين استخدمتهم الإمارات، ويستمر الأمر وكأن شيئا لم يكن. الإمارات لا تتجاوب مع مثل هذه التقارير وتستمر. أنا أتوقع عكس ذلك، أنا أتوقع أنه هذا التقرير سيثير موجة من الانتقادات الدولية، وسيتحمل أو سيتحول إلى رأي عام دولي، بالنظر إلى أنه وخاصة أنه وقع في القائمة صحفيون غربيون، والصحفيون الغربيون بطبيعة الحال هم حساسون جدا تجاه معلوماتهم وحرياتهم الشخصية، وبالتالي هذا جانب. الجانب الآخر أيضا أنه هناك زعماء تم التنصت على ورؤساء دول تم التنصت على مكالماتهم وإدخالهم ضمن هذا البرنامج، وبالتالي هذا يمثل تحدي خطير لمسألة سيادة الدول. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الموضوع سيأخذ طابع أكثر تصعيدا في الأيام القادمة، وربما قد يجر القائمين ويجر هذه الشركة وهذا البرنامج والقائمين عليها إلى المحاكم الدولية. أنا لا أستبعد تطور خطير في هذا الجانب. نعم، في دقيقة أستاذ بكر، يعني كما تفضل أستاذ نبيل، هناك رؤساء دول تم التجسس عليهم، هل يعقل أن تكون أجهزتهم وإيميلاتهم من السهولة بمكان أن يقعوا تحت طائلة ثغرة بسيطة في أجهزة أبل؟ احنا اذا تكلمنا في الانترنت لا نتعامل مع ثغره في نظام او في اذا حدثت ثغره بسيطه، سواء من اذا كنا كمؤسسه او كشركه، ممكن داخل المؤسسه هذه اذا تم اختراق جهاز شخص واحد في المؤسسه، استطيع الوصول الى جميع اجهزه الشركه والمؤسسه. ما بالك رؤساء دول اذا كان يتم التنصت عليهم من قبل دول أو من قبل جهات أمنية، برمجيات تمت برمجتها بشكل يعني بشكل عالي من الاحترافية. السؤال هنا، هذه البرمجيات تم تصريحها من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي أنتم تطالبوا أنه يتم محاكمتها في مجلس الأمن الدولي. أعتقد إذا كانت لماذا تم إعطاؤها التصريح في البداية لتنفيذ هذه العمليات؟ العمليات هذه تدار من قبل فريق كامل مختص، كل فريق مختص في جهة معينة، يستطيع الوصول إلى ما لا نفكر فيه نحن من تحكم كامل بالمعلومات، بالأجهزة، بالأنظمة الذي حولنا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك بكر أصويح، الخبير في أمن المعلومات، كنت معنا في هذه الحلقة، وكذلك لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، ضيفي العزيزين في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.